شركة بلدنا اليوم انطلقت في 117 ألف هكتار في المرحلة الأولى، تتوسع فيما بعد إلى أكثر من ذلك حتى يكون اكتفاء ذاتي جزائري، لأن الجزائر اليوم تستورد المسحوق الحليب ما قيمته أكثر من مليار دولار. نريد أن تكون الاستثمارات القطرية هي التي تدير هذه المادة وهذه القيمة المضافة في الجزائر، لكن لما لا نكون قاطرة لتصدير هذه المادة معا لكي نكون قطب من أقطاب الاستقرار الغذائي في العالم إن شاء الله. اليوم الاستثمارات القطرية في الجزائر واضحة، ومثل ما تفضل سعادة الوزير هي حطت قواعد الأساس لاستثمارات جديدة. حضور الشركات الجزائرية اليوم إلى دولة قطر وعرضها لمنتجاتها يعزز هذا التعاون المشترك. حضور ممثلين القطاع الخاص من دولة قطر كذلك يوضح أن التكامل القطري الجزائري نقطة مهمة لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري. السوق الجزائري واعد جدا وفي كثير من الفرص. أوكي. احنا طبعا بما أننا متخصصين في موضوع النفط والغاز فنشوف أنه الفرص موجودة إن شاء الله في قطاع الإنشاءات والكونستراكشنز للأويل أند غاز، وبإذن الله راح يكون لنا اجتماعات مع رجال أعمال جزائريين وعملاء جزائريين نقدر عن طريقهم نحقق أكبر تبادل تجاري ممكن بين البلدين بإذن الله. احنا متواجدين هنا للترويج للسلع والمنتوج الجزائري خاصة فيما يخص الصناعات الغذائية، ومن أهمها زيت الزيتون، العصائر والعجائن والعجائن بدون غلوتين. شركة أغروديف تسعى للاستحواذ على قص من السوق على المستوى الدولي، الاستحواذ كما قلت على 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 قسط وفير من السوق القطرية فيما يخص الصناعات الغذائية. الهدف وجودنا هنا في قطر هو إيجاد متعاملين اقتصاديين قطريين، ولذلك لاتصال شراكة ولقيم شراكة بين الشركتين بفضل المجهودات التي تقوم بها الدولة الجزائرية لقيم شراكة بين الشركات الجزائرية والشركات القطرية، وذلك لتسمح لنا للتصدير بعض الماكينات هنا إلى قطر. وقطر تعتبر كبلاتفورم لكي توزيع ماكينتنا في الشرق الأوسط وأيضا في إلى أفريقيا. ديزاد نيوز، أن يصلك الخبر بالصوت والصورة.